يعني ما قلتليش يا ست مبروكة ان عندكم حد عيان؟ لا والدكتورة جاية تكشف عليه بنفسها، ده ايه التواضع ده؟ بقولك ايه، انت لسه هتلفي وتدوري؟ انا عارفة انت جاية هنا ليه، وهقولها لك في وشك اهو. شغل الخواجات ومشايانهم على حل شعرهم ما يمشيش معانا هنا. احنا بنطهر بنات، بنعفهم، وبنعمل اللي عمله جدودنا ووصانا عليه ربنا يا مرات الخواجه. فهمتي ولا فهمك تاني؟ هو انتي مش قلتي الكلام الخيبان ده قبل كده وانا قلت لك هسجنك؟ هو انتي ليه دايما بتنسي ان القانون بيجرم الختان؟ ده انا لولا ان في انسانه بحترمها كان زماني فعلا سجنتك النهارده. بس الحقيقه انك اخر اهتماماتي، الحقيقه اني مش شايفاكي اصلا. انا مش شايفه غير البنات دول، وما يهمنيش حاجه غير مستقبلهم ومشاعرهم. ولو كنت اخرت نفسي ربع ساعه كان زمانك مشرفه في عربيه الشرطه. تلبس اهو، محدش يقدر ينكره. ملوش لزوم يا حضره العم، الدكتوره نعمات ما تقصدش شر، واني حلفت لك اني فهمت وخلاص، مش هعمل لهم المدعو اللي اسمه الختان ده. راجعي نفسك يا نعمات، ده اخر انذار. عليك هنا يا اختي، النبي ما تزعلي نفسك، النبي يا مشيرة. معلش يا اختي، معلش. اقسم بالله انا ما عارفه رجلي شالتني لحد عندك هنا ازاي، ولا انا كنت بقول له ايه. انا كنت عماله ازعق وهاتي وهاتي، وانا عارفه ان انا ما فيش في ايدي حاجه اعملها. بس يا اختي صلي على النبي، صلي على النبي يا اختي، صلي على النبي. اتفضحت ابن عمك البكر، مد مد ايده علي وقال بيقول اني ما تصص عليه، وانا اللي قلت اجي هنا وابقى جنب عيالي وما كان ليا فيه واسطه. يا ريتني ما عتبتها ولا قلت لك. انا لسه حاسه حمل ايده على كتفي، كابوس كابوس خانقني وصاحب روحي، نفسه كاتب علي وانا فيها ايه غلط، فيها ايه غلط يخليه يتجرأ علي؟ كمان جوزي مات، استوضحت ويتجرأ علي؟ ردي علي يا سهير. معلش يا اختي، انت جسمك كله بيتنفض، ونادك يا اختي ونادك. بس انا مش هسكت، قلبك عم ولا زين، انا هعمل فيه بلاغ رسمي وكلمتي قصاد كلمته، وشوفي بقى لما يبقى ناظر مدرسه ويتعمل فيه محضر تحرش رسمي، ده هيتفضح فضيحه. وفين هنا في تل شبور؟ انا هزفه زي الحرامي كده ما بيتزف في الموت. استمر يا اختي، استمر استمر قبل ما الخبر يوصل لابوك ولا لعمام ولادي. ما تخافيش، انا هجيب لك حقك تالت متال، اوعي تخافي، انا اللي هجيب لك حقك. ليكي حق، ما جيش تشوفينا ولا ويك اند، ما هو لما يبقى مكتبك بالجمال ده لازم تنسينا طبعا. مكتبها ايه يا زين؟ اسمه مضيافة العمدة، مندرة العمدة، دوار العمدة، حاجة كده ايه موهبة. سيبك منها، اصلها خواجاية مش زينا. بقيت انا اللي خواجاية دلوقتي؟ حضرتها مولودة في المنصورة، اما انا زي ما انت شايفه مسقط راسي قدامك اهو. حضرتها مولوده في بريطانيا العظمى. تنمر ده على فكره يا مروة. احب اعرفكم على اجمل بنت في تل شبوره، صفيه الفارس. يا اهلا يا اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. اني كابر دهيشه مامت القمر دي. اهلا وسهلا، دي فرصه سعيده جدا.
مش تقولي يا صفية إن عندك دكاترة مصر ضيوف هنا؟ كنت جيت وضيفتوكم وعملت الواجب بدل ما صفصف بتسقيكم شاي مع كحك. فرصة سعيدة نورتونا. كفاية استقبالك الجميل، تتعوض مرة تانية إن شاء الله بإذن الله. لازم طب. طب والله لولا إني نازلة مصر مع الدكتورة علشان نجيب حاجات ومحتاجات من المول والله كنت قعدت. أصل هي حبيبة قلبي، عمرها ما تحب تشتري حاجة إلا لما تاخد رأيي الأول، وهو بالمرة بقى في سكتنا هنجيب لها الفون أبو ثلاث كاميرات. هتموت عليه البيت، مش ممكن، هتتجنن، مع إني جايبة لها اتنين. بس نقول إيه بقى، دكتورة ومن حقها تتدلع. إيه يا حبيبتي؟ إيه؟ مستعجلة على الشوبينج؟ هتموت. حاضر يا روحي، يلا هنمشي حالا. بالإذن نورتونا يا حبايب. المرة الجاية العزومة عندنا في البيت يا صفية. شكرا يا أستاذة كبر. دي فرصة سعيدة جدا. أني أسعد. يا مامي أنا مش عايزة أروح في حتة، أنا نفسي أقعد معاهم. مامي وعلى هلوشي يا رحمامي. عارفة يا بنت ما اتجرتي دلوقتي قدامي لكن طالعة بيكي من هنا على سوق البهاي. هي يلا بالإذن يا هوان. والنبي ومن نبى النبي نبي، البت كانت بتترعش في حضني زي ما كنا دعاها حي، والنعمة تصعب على الكافر والنجل. يرضيك اللي عمله ده يا جلال. مفيش فايدة في داقه الوسخ، دين الكلب عمره ما يتعدل. طول عمره مجرسنا كده، أنا مش عارف إمتى فجأة قلب وبقى شيخ. طب ايه اللي جاب البنزين جنب النار؟ وصاحبتك ديت ايه اللي وداها حاره حافظ اخويا؟ وانا بهاتف ايه من اول النهار؟ ما انا بقول لك بعتها له وقلت له صاحبتي وجارتي، قام يمد ايده عليها ويتهجم عليها. هي حلوه؟ مين دي اللي حلوه؟ صاحبتها. صاحبتها؟ مالكش صالح، انا عايز حق البيت، وإلا عليا النعمة لنزل من هنا أروح أشهد معها في الاسم. يا سوية أنت عايزة تشهدي على ابن عمك ولا إيه؟ عايزة الناس تقول علينا إيه؟ أمال أسيبه طايح في البيت الغلبانة اللي بتربي يتامى؟ وديني لأفرج عليه أمة لا إله إلا الله. وديني عملت بأصلي أهو وجيت لكم في الأول. ليه؟ لو أنت عايزة تطلعي الاسم بصحيح ولا سوية؟ اسم؟ أنا هروح للأقوى من الاسم. قبل ما أروح الاسم هروح لسامية مراته وفضلها كل اللي في عبي، وانت عارف ابوها بقى نابو ازرق. طب اعملها كده يا سوير، قسما بالله خلينا. حامد ايه يا حامد انت التاني؟ انت جاي معايا تلم الموضوع ولا جاي تشعللها اكتر؟ حافظ اخويا غلطان يا سوير، والغلط راكبه من ساسه لراسه، ومشيره صاحبتك دي كلنا ما هقول لها، وانا هروح لها بنفسي واعتذر لها وطيب خاطرها، وليك عليا من بكره الصبح هنقلها المدرسه التجريبيه. وانا ايه اللي هيضمن لي ده؟ جرايا سوير، ده انا اللي بكلمك. مديره المدرسه دي جوزها راجل فاضل وصاحبي من زمان، والناس في المديريه كلهم حبايبنا، ما تنعيش هم حاجه. مرضيه كده؟ بس تقول له لا يتكلم عليها لا بالطيب ولا بالراضي. ها؟ اعتبري حصل. وقول لهم يثبتوها. وانا اعملها لك ازاي دي؟ إذا كانت الوزارة نفسها ما عينتش مدرسين جداد بقالها سنين. ماليش صالح، اتصرف انت. ماشي أنا هتصرف، بس بشرط الموضوع ده خلص دلوقتي في القعدة دي، لا ترغي فيه مع زينب ولا مع أمين ولا تفتحيه قدام أي حد أصلا، بالذات صفية. أيوة مش عاوزين نزعلها. وبالنسبة للي حصل في المدرسة يا سهير، حافظ هيلمه بطريقته. أمين؟ أمين يا أخو. يعني هو أنت يوم ما تجيب لنا دكاترة تجيب لنا جوز ما بيعرفوا الشكل؟ طب والنعم لو ستك نجية شافتهم كانت زغطتهم تظبيط. معلش يا سهير، أصل زين فيجيتيريان ومروة بتاكل أكل هيلسي. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أختي ربنا يشفي كل مريض.
سهير دول مش عيانين. لا عيانين. الكلام اللي انت بتقوليه ده يا اختي معناهم انهم متصابين. بقول لك ايه؟ سيبيهم لاسبوع وانا اعلمهم لك ياكلوا ازاي. وديهم. هو بصراحة عندك حق يا طنط. طنط. عندك حق يا سوسو. الاكل ده محتاج بطل عشان يعرف يقاوم. ديتها اسبوع نباته في الجيم. انا عن نفسي هاكل الخضار ده كله. الله الله. يا ما انت محظوظة يا حضرة العمدة. طب يلا خلصوا بقى بسرعة عشان عندنا مشاوير وشغل كتير. ما تسيبهم الأكل كله يا جماعة بالهنا والشيف لحد ما إن شاء الله ستي ناجية تيجي من ختمة القرآن. والعشاء بقى إيه؟ هتشوفوا الولايم بجد. خدي يا أختي. تسلم إيدك. ما تاكلي فراخ يا أختي أنت. إيه ده؟ خدي يا أختي. لا أنا فيجيتيريان ماليش فيه. هو في حد ما بياكلش فراخ يا صفية؟ ولا لحمة؟ إحنا النهاردة مع بعض عشان التوعية بموضوع الختان، والحقيقة إن قانون الختان بتواجهنا فيه مشكلة كبيرة قوي، إن إحنا ما نقدرش نقبض على الجاني إلا في حالة التلبس، ودي حاجة صعبة جداً.